يقولون اجعل ثيابك ما اشتهاه الناس، لكن تلك الشهية أصابها العطب وكورونا هو المتهم، فلا أقدام الناس تحملهم إلى متاجر الملابس ولا هم مستعدون لإنفاق مال قد يحتاجون إليه يوما لمجرد البقاء على قيد الحياة. فكغيره من القطاعات تعرض قطاع تجارة الملابس وصناعتها لصدمة حادة. بلغة الأرقام تتوقع نحو 40% من شركات الملابس المالكة للعلامات التجارية الفاخرة تأثيرات على إيراداتها أسوأ بكثير من تلك التي تكبدتها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك وفقاً لشركة دراسات السوق يورو مونيتور انترناشونال. وبحسب هذه الشركة فمن المتوقع أن تتراجع مبيعات الملابس والأحذية العالمية في عام 2020 بنسبة لا تقل عن 12%. على سبيل المثال، سجلت مجموعة إنديتكس الإسبانية المالكة لعلامة زارا في الربع الأول من السنة الحالية خسائر صافية قدرها 400 مليون يورو و 9 ملايين يورو، وتراجعت مبيعات المجموعة بمقدار النصف تقريبا مع إغلاق 88% من متاجرها في العالم. بدورها توقعت شركة H&M السويدية عجزا جديدا في الربع الثاني بعد انهيار مبيعاتها بنسبة 46% في مارس الماضي. أما مجموعة جاب الأمريكية فقد سجلت خسارة صافية قدرها 900 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة الحالية. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى الضربة التي تلقاها قطاع صناعة الملابس الذي لا تنحصر أزمته حاليا في تراجع مبيعات الملابس محليا فقط، بل تمتد أيضا إلى تراجع تصديرها بعد إلغاء كثير من عقود التصدير.